أن هذا الإمام لا ينتمي إلى بعثات الأئمة الجزائريين. هذا شخص انتقل في ظروف خاصة به إلى فرنسا، وقبلته فرنسا إماما في جامعها، ثم قررت فرنسا أن تطرده من جامعها، وهو يطالب فرنسا ألا ترسله إلى الجزائر مدعيا بأن له مضايقات تنتظره في الجزائر. كل هذه المعلومات تكفي لتقول لك إنه ليس إماما رسميا في الجزائر. أئمتنا الرسميون في الجزائر تتخاطفهم عواصم العالم. أرسلنا 120 إمام إلى فرنسا، تعير مسجد باريس، يعير بلجيكا وإسبانيا بعض الأئمة، وفي صلاة التراويح أرسلنا 100 إلى فرنسا وحوالي 50 آخرين إلى عواصم العالم الغربية منها ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا وبريطانيا، وعشرة منهم إلى